بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، أتمنى تكونوا بألف خير، ومرحبا بكم قناتي وقناتكم صيدليتي مع إيمان. إن شاء الله فيديو اليوم غادي نتكلم لكم على واحد أنواع الأدوية اللي هي مضادة لارتفاع الضغط الدموي. غنهضر لكم إن شاء الله في هذا الفيديو على الأملوديبين، الاستخدامات ديالو، الأعراض الجانبية ديالو، كل شيء. هذا الشيء غادي نتكلم لكم إن شاء الله عليه في هذا الفيديو. المهم ما تمشيو فين، تسناو الفيديو حتى الآخر باش تستافدوا منه. مهم، لاش كيصلح لهاد الأملودوبين؟ الاستخدامات ديال هاد الأملودوبين، أملودوبين هو كنستعملوه لعلاج ارتفاع الضغط الدموي، وكيستخدم في علاج الذبحة الصدرية، حيث كيعملنا على توسيع الأوعية الدموية وخفض كيخفضنا وكيهمدنا ديك ألم الصدر، وكيعملنا هاد الأملودوبين على توسيع شريان القلب، مما كيزيد كمية تدفق الدم في القلب. هاد الدواء ما يمكنش تاخديه غير راسك بدون استشارة طبيب، ضروري هاد الدواء يؤخذ بوصفة طبية. ونقدروا نستخدموا هاد الدواء بوحدو، ولا كيشاركونا الطبيب مع أدوية أخرى، والجرعة كتحب على حسب الطبيب من قبل الطبيب، ويمنعه يعني ما يمكن لك تستعمليه غير راسك دون وصفة طبية. هاد الأملودوبين كنلقاوه في 5 ديال الميليغرام، 10 ميليغرام، نقدروا نلقاوه حتى في 2.5 ميليغرام. كيف قلت لكم ما يمكن لكمش تاخذوه بلا وصفة الطبيب. كنستعملوه لعلاج، كيف قلت لكم، لعلاج ارتفاع الضغط الدم، فرط ضغط الدم، ويعني ارتفاع الضغط الدم كيهبط لنا الطونسيون، واي نوع معين من الام الصدر اللي كنسميوها الذبحه الصدريه. وكيستعمل لدى الاشخاص اللي كيعانوا من ارتفاع الضغط الدموي. وكيعملنا هاد الأملودوبين في ارتخاء الأوعية الدموية، مما يعمل على تدفق الدم بسهولة أكبر. هاد الأملودوبين كيتخاد بالنسبة للكبار، والجرعة اللي كيحدى الطبيب على حسب الجرعة اللي كيحدى الطبيب. وكيف قلت لكم هو فيه 5 و10 و2.5. الاعراض، اي دواء ضروري من الاعراض الجانبيه ديالو، عندنا الام الراس، انتفاخ الرجلين، الغثيان، التعب، صداع في الراس، طفح جلدي، حكه. وكل هذه الاعراض تقدر تختلف من شخص لاخر، ما يمكنش يكون انت فيك هذه الاعراض والاخر فيه، يعني كتختلف من شخص لاخر. وكاين بعض الاشخاص ما كيحسوش بهذه الاعراض نهائيا. مهم ان شرح البنات اللي قالوا لي ضروري تشرحي لنا الأملودوبين اللي كيدوزو 16، نشرح لكم في الكتاب. ها هو قبل ما نهبط لي غيون نشرح لكم، هو أملودوبين عندنا فيه 5 ميلي غرام، عندنا فيه 10 ميلي غرام، عندنا فيه 2.5 ميلي غرام، عندنا ام 5 فيه 5 وفيه 10، عندنا ام كارد فيه 5 وفيه 10، عندنا أميب فيه 5 ديال 14 و 5 ديال 28 و ديال 56 حبة، وعندنا 10/14 و 10/28، وعندنا الأملودوبين، وعندنا أملوغ فيه 5 وفيه 10، أنغلوغ فيه 5 وفيه 10، وعندنا أموفاس هو فيه 5 وفيه 10، وعندنا ديبيكور هو فيه 5 وفيه 10، وعندنا أختيمون فيه 5/5، وأختيمون فيه 5/10، وهاد كونكو هاد أختيمون يعني ما فيش غير الأملودوبين، فيه مواد أخرين، يعني الأملودوبين زائد مواد أخرين. هاد كونكو هو فيه الأملودوبين فيه زائد مواد أخرين. وعندنا دولبين 5، وعندنا إينيكال 5،
عندنا لوركارد أسانك، وعندنا ميبغال، ميبغال أسانك، وعندنا أديس، وعندنا أولماديب، أولماديب، عندنا بيرو فاسك 5 و 10، وعندنا بيملوس 5 و 10، وعندنا سيليات، سيليات هو فيه لاملودوبين ومواد اخرين. كاينه كوفيران 5 سير 5 وكوفيران 10 سير 10، تا هاد كوفيران فيه لاملودوبين وفيه مواد اخرين، يعني ماشي غير لاملودوبين، الماده ديال لاملودوبين هادشي كامل. المهم اميبا هي الماده لاملودوبين، املو ديبين كما قلت لكم كتلقاوها في الخمسة في العشرة في الجوج ونص، اي مادة ديال هاد الاملو دوبين كتعرفوها بانها خافضة للضغط الدموي، اللي عنده الضغط الدموي مرتفع طونسيو طالع كياخذ هاد الاملو دوبين، ولكن ما يمكنش ياخدها بلا استشارة الطبيب، ضروري من استشارة الطبيب اي دواء ضروري خص الطبيب، خصوصا هاد الدوايات ديال الطونسيو والضغط القلب ضروري من الطبيب. مهم غادي نوريكم لي غايون باش البنات اللي باغين باش يجيهم ساهلين اللي كيدوزو سطاج، نوريكم ان شاء الله عندي لي غايون تشوفوهم. مهم باش تعقلو، ها هما الكتاب باش تقراو عاقلين، ا ام 5، ولكن نوريكم احسن ميديكامو باش تبقاو عاقلين، انغلوغ. المهم ها هومايا، ام 5، ام 5، ام كارد، ام ميب، هادو كلهم خاصين بالطونسيو والضغط الدموي. جبت لكم باش تشوفوا، ام 5 هو حولي هو ام ها ام ديس، هو لاملودوبين، لاملودوبين ام ديس، لاملودوبين هذا الثمن ديالو 77 درهم فاصلة 30، هادو كلهم ديال لاملودوبين. 5 هو لاملودوبين 5 الثمن ديالو 43.70، ام كارد، الكارد ما عنديش هنايا، ها هي شوفي عندي هنا الديس، ها هي لاملودوبين، ها هي ام كارد لاملودوبين الثمن ديالها 75 درهم، ام كارد ديس، ام كارد 10 ميلي غرام، ها هي ام كارد 10 ميلي غرام. دابا نشوف لكم لي زاميب، لي زاميب عندنا اميب 5/28 ها هويا، الثمن ديالو 49.40، وعندي 5/14 ها هو 5/14 الثمن ديالو 25.60، وعندي 5/56 ديال 56 حبة، هذا اقتصادي كيطيح 97 درهم فاصلة 70، وعندي ديال 14 10/28 هو ما قلت لكمش 10/28، 10/28 كيدير 75.20، 75.20 هو لي زاميب، وكاينه 5/14 وكاينه 10/14. المهم غير باش تعقلوا على السميات، هذا هو المهم، من بعد راه كتلقاو تقدوا الاثمنه. عندنا دابا اموفاس، اموفاس ها هي اموفاس، عندنا الديس وعندنا السانك، الديس 31 درهم، الديس هذا باغ ديس 31 درهم فاصلة 60، وعندنا 5 ميلي غرام، ها هي كل المادة ديال لاملودوبين،
عامله دوبين، عامله دوبين. هو عندنا انغلوغ، انغلوغ هو لاملو دوبين. في 5 وفي 10، 5 داير 43 درهم، هو 5 43 درهم، و 10 داير 77 درهم، هو 77 درهم. انغلوغ امو فاس دوزناه كلهم موباس انغلوغ. شوفوا الباس هنايا كاين دي بيكور، دي بيكور، دي بيكور. كاملين ماشي ما فيهمش لاملو دوبين، عندي دي بيكور. ها هو دي بيكور، تيبيكور لاملو دوبين، هو في 5 وفي 10، في 5 وفي 10 داير 53 درهم، 53 درهم. ها هو لاملو دوبين، لاملو دوبين، ها هو لاملو دوبين. و سيس ما وريتكمش هذا اختيمون اللي قلت لكم فيه لاملو دوبين وفيه مواد اخرين. هذا أختيمون هو في 5 وفي 10، أختيمون هو فيه المادة ديال لاملودوبين وفيه مادة أخرى برنادوبريل أرجينين. في 5 وفي 10، ها هو 5 على 5 و 5 على 10، ها هو. كونكور حيت هو هو فيه كونكور، عنديش هنا. المهم دي بيكور هضرت لكم عليه، نهضر لكم دابا على دولبين. دولبين هو دولبين، دولبين هو لاملو دوبين، دولبين لاملو دوبين. في 5 ثمن ديالو 53 درهم، هو 53 درهم. املو دوبين، لاملو دوبين، دابا دولبين يعني المادة ديال لاملو دوبين. دابا إينيكال، إينيكال هو إينيكال، هو لاملو دوبين 5 ميلي غرام، الثمن ديالو 43 درهم. املو دوبين، لاملو دوبين، اينيكال، اينيكال. شفتكم دابا باش نمشي لكم بالتتابع، اينيكال عندي دابا لوخكار. قولي عندي داكشي، هو لوخكارد لاملو دوبين 5 ميلي غرام. لوخكارد هادو كلهم ادويه خافضه للضغط الدموي، وكتاخذ بوصفه طبيه وجرعات على حسب الطبيب، يعني ما يمكنش تاخذيه بلا وصفه الطبيب، كيدير 27 درهم فاصله 50. لوخكارد ميبغال، ميبغال ميبغال هو فيه 5 وفيه 10، هو لاملو دوبين، لاملو دوبين هو ميبغال. و لاملو دوبين 53 درهم هذا 5، و 10 عندي كيدير 80 درهم. لاملو دوبين هيا المادة، لاملو دوبين، لاملو دوبين. أولماديب، أولماديب
هو أولماديب أملودوبين 5 ميليغرام 28 حبة، ثمن ديالو 33 درهم فاصل 40. عنديش باغديس بيروفاسك، شوفكم دواء آخر بيروفاسك فيه 5 وفيه 10. هو بيروفاسك فيه 5 وفيه 10 ميليغرام، هو لاملودوبين، الثمن ديالو 76 درهم بالنسبة للديس. 5 ميليغرام 43 درهم. المهم بيروفاسك هو لاملودوبين، عندنا بيملو اسانك و بيملو اديس، فهو لاملودوبين. لاملودوبين دابا كنهضر لكم على اي حاجة فيه لاملودوبين. املودوبين بالنسبة لارتفاع الضغط الدموي، عندنا بيملو اديس كيدير 59.10 و 5 ميليغرام كيدير 49 درهم. 49 درهم بيملو عندنا سيليات فيها لاملودوبين، فيها دويات اخرين، يعني فيها مواد اخرين شي غير لاملودوبين، فيها مشاركين. هي سيليات فيها اشكال بزاف، فيها 160 على 10 على 12 ونص، عندنا 160 على 5، وعندنا اشيتي، وعندنا هذا فيه لاملودوبين وفيه فالزارتون وفيه شنو فيه هيدروكلوريتيازيد، يعني ماشي غير لاملودوبين. مشترك كوفيرام. صافي كنظن وقيلا قلت كل شيء، لا نسيت شي حاجه سمحوا لي. المهم ها هما الدوايات، ولكن الدوايات هما كاينين بزاف، كل مره كيخرجوا ادويات اخرين. هاد كوفيرام ما بليش كاين، حتى هو فيه الماده ديال لاملودوبين وفيه ماده اخرى. كيف قلت لكم هاد لاملودوبين هو كيخفض الضغط الدموي بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، ويؤخذوا بوصفه طبيه وبجرعات على حسب الطبيب، يعني ما يمكنلكش تاخذيه بدون وصفه طبيه. فيديو ديال اليوم انتهى. في الاخير تحياتي لكل متابعي قناتي، اتمنى الا تبخلوا علي بالاشتراك والاعجاب والمشاركه مع الاصدقاء. سبحان الله وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.